بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ محاضرة جديدة بعنوان حاجة اسمها Pathophysiology of Gastrointestinal Tract Part 2، الجزء الثاني من محاضرة Pathophysiology of Gastrointestinal Tract. زي ما احنا متعودين مع بعض بنبدأ بإنترودكتوري كيس، حالة من خلالها بدخل للموضوع، ببص على الصورة والصورة بألف كلمة. واضح من الصورة اللي قدامي ان ده طفل صغير خالص اهو، جسمه مصفر، في yellowish discoloration of skin and sclera. sclera اللي هي الجزء الابيض بتاع العين ده، هتلاقيه مصفر اهو. ده حالة بنسميها جوندس يا الصفرة. الحالة بتقول ايه؟ 2 days after birth، يومين بعد الولادة، a newly born infant appeared jaundiced. يعني الطفل ده اهو ساعة الولادة كان كويس، ما هوش اصفر ولا حاجة، لكن بعد الولادة بيومين ظهرت عليه الصفرة. His bilirubin concentration was 7.5 ملي جرام بير ديسيليتر. اتقاس نسبة البيلوروبين في الدم كان 7.5 ملي جرام بير ديسيليتر. هل ده طبيعي ولا زايد ولا قليل؟ ده اللي محتاجين نعرف. الحالة شخصت انها نيونيتال جوندس، الصفراء حديثي الولادة. واضح ان انا حاطط ايه؟ كلام باللون الاحمر كده اللي هو الجوندس وبيلوروبين، والمستوى بتاعه 7.5 ملي جرام لكل ديسيليتر، ونيونيتال جوندس. يبقى انا عايز اعرف يعني ايه جوندس، عايز اعرف البيلوروبين ده ايه والليفل بتاعه ده ايه، ويعني ايه نيونيتال جوندس. ايه الليرنينج اوبجكتيفز بتاعتي او الاهداف بتاعتي؟ اولا اكسبلين ستيبس اوف بايل بيجمنت فورميشن، ماشي. ديفاين جوندس اند اكسبلين اتس تايبس، عايز اعرف يعني ايه الجوندس وانواعها ايه. كلاريفاي، وضح لي الفيسيولوجيكال جوندس، يعني ايه فيسيولوجيكال جوندس. ثم ديسكرايب، اوصف لي فانكشنز اوف لارج انتستين، دخلنا على موضوع ثاني اهوت اللي هي الامعاء الغليظه، عايز اعرف الفانكشنز بتاعتها. ثم كلاريفاي بكتيريال اكشنز ان لارج انتستين، البكتيريا في اللارج انتستين في الامعاء الغليظه فوائدها ايه او الاكشن بتاعها ايه، هل هي مفيده ولا ضاره؟ ده اللي محتاجين نعرفه. ثم كومبير اند كونتراست، قارن ما بين كونستيبيشن اند دايريا، ما بين الامساك والاسهال، ايه الفرق بينهم؟ طيب نبدا باول حاجه. يبقى المحاضره بتاعتنا هنلاقوهم شقين كبار قوي، بايل بيجمنت ومعاها الجوندس، ثم اللارج انتستين ومعاها الابنورماليتيز بتاعه الديفيكيشن اللي هي كونستيبيشن والدايريا. هبدا باول حاجه البايل بيجمنت. اول حاجه اتكلم في البايل بيجمنت، خطوات تكوين البايل بيجمنت اللي هي الايه، الصبغه الصفراء ديت او الصبغه الصفراويه ديت بتتكون ازاي، خطواتها ايه. بنمشي بخطوات. قبل ما اقرا الكلام ابص على الصوره، والصوره بألف كلمه، نبص على الصوره كده ونفهمها وارجع تاني للكلام. الار بي سيز زي البني ادم، بني ادم بيتولد طفل صغير، بعد كده يبقى طفل، ثم يبقى شاب، يبقى ثم عجوز، ثم ربنا يكرمه ويموت. الار بي سيز بتبقى نيولي بورن، ار بي سيز اماتيور، لسه بقت ماتيور ناضجه، ثم بقت ادلت ار بي سيز وتشتغل كويس، ثم اولد ار بي سيز او سنايل ار بي سيز تتكسر. الاولد ار بي سيز او السنايل ار بي سيز، كريات الدم الحمراء الكبيره في السن او العجوزه، بتروح على الطحال، ده جزء من حاجه اسمها ريتيكولو اندوثيليال سيستم، جزء في الجسم من اهم وظائفه تكسير كريات الدم الحمراء اللي شكلها غريب او الكبيره في السن. فالار بي سيز بتتكسر في الطحال، واحنا عارفين ان الار بي سيز من اهم الكونتنتس بتاعتها الهيموجلوبين، بتحتوي على تقريبا من المحتوى بتاعها كله 33 ل 43 ل 34% من محتواها هيموجلوبين، اللي هو بيدي الار بي سيز اللون الاحمر. لما الار بي سيز تتكسر هيخرج الهيموجلوبين، الهيموجلوبين يتكسر لمكوناته الاساسيه اللي هي الجلوبين والهيم. الجلوبين ده البروتين بارت، هيروح لحاجه اسمها امينو اسيد بول، المخزون من الامينو اسيد اللي هو بيتكون نتيجه امتصاص بروتينات وتكسيرها وامتصاصها كامينو اسيد، او تكسير بروتينات جوه الجسم وتتحول لامينو اسيد. مخزون من الامينو اسيد ممكن تستخدم بعد كده في نيو فورميشن للهيموجلوبين اند اذر فانكشن.
تاني حاجه الهيموجلوبين بيكون للهيم، او الهيموجلوبين بيكسر الجلوبين والهيم، والهيم هيتكسر لمكوناته اللي هو الايرن اللي هيعاد تدويره ويعاد استخدامه في تصنيع الار بي سيز، والبيليروبين اللي هي بقى الايه البيجمنت بتاعتي البايل بيجمنت. البيليروبين هيدخل على الدم جوه البلازما، هيمسك فيه بلازما بروتين اسمه البيومين علشان يعمل لي ووتر انسوليبل استراكشر بقول عليه هيمو بيليروبين، او يتقال عليه اندايركت او انكونجوجيتد بيليروبين. هذا الهيمو بيليروبين او الانسوليبل او الانكونجوجيتد بيليروبين هيروح في اتجاه الليفر، يقوم سايب الالبيومين بره الليفر ويدخل البيليروبين جوه الليفر عشان يحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن، يمسك في حاجه اسمها جلوكيورونيك اسيد ويتحول لحاجه اسمها كونجوجيتد بيليروبين او سوليابل بيليروبين او يتقال عليه كول بيليروبين، وده ووتر سوليابل، ينزل مع البايل من خلال البايل داكت لحد ما يوصل للانتستين. في الانتستين هنلاقي البكتيريا، بالبكتيريا الانزيم هذا الكول بيليروبين يتحول لليورو بايلينوجين اللي 70% منه هينزل في الستول از ستيركو بايلينوجين، واول ما يخرج للهواء يتحول لستيركوبايلين باي اوكسيديشن، وده اللي يديني اللون البني للبراز براون ستول. 30% من اليورو بايلينوجين يبقى ري ابزوربد انتو ذا بلاد، ومن خلال حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن، يعني الدوره الدمويه اللي ما بين الامعاء والكبد، انتيرو يعني انتستين وهيباتيك يعني ليفر، يقوم رايح هذا اليورو بايلينوجين اللي هو ووتر سوليبل كونجوجيتد بيليروبين اهو، يروح لمين؟ للليفر تاني علشان الدايره تلف، يقوم نازل تاني الانتستين والدايره تلف. جزء من الايه؟ من اليورو بايلينوجين يقوم داخل في الدم في اتجاه الكلى، ما هو ماشي في الدم في الانتروباتيك سيركوليشن، جزء منه يقوم رايح للكلى، وفي الكلى يقوم نازل فين؟ في اليورين. اول ما يتعرض للجو للهواء بيحصل له اكسيديشن يتحول ليوروبايلين، وده اللي بيدينا اللون الاصفر لليورين. يبقى من الرسمه ارجع بقى على الخطوات تاني كده نلاقي بقت الامور سهله. يبقى في الريتيكولو اندوثيليال سيستم بلاقي ان الهيموجلوبين from old ruptured RBCs is transformed into بيتحول لايه زي ما لسه قايل؟ للهيم والجلوبين. الهيم is transformed into bilirubin which enters the plasma as ايه؟ ها؟ free bilirubin and iron. والايرن is used for RBCs since، ده الكلام اللي لسه قايله في الرسم. بينما الجلوبين بيدخل للايه؟ للمخزون من الامينو اسيد used in amino acid pool علشان يعاد استخدامه تاني. طيب في البلازما الفري بيليروبين دخل البلازما هيمسك في الالبيومين تو فورم هيمو بيليروبين اللي انا بقول عليه اندايركت بيليروبين او انش كونجوجيتد بيليروبين او بقول عليه انسوليابل بيليروبين. الالبيومين اللي ماسك في الفري بيليروبين ده فايدته ايه؟ الالبيومين بريفنت بيليروبين فروم فلتريشن فيا رينال اور سيريبرال كابيلرز، يعني هذا الانكونجوجيتد بيليروبين او الانسوليابل بيليروبين ما بينزلش في اليورين، ما بيروحش للكلى. طيب في الليفر بقى الهيموبيليروبين رايح ناحيه الليفر، يقوم سايب الالبيومين والفري بيليروبين يقوم داخل على الليفر في وجود انزيم اسمه جلوكيورونايل ترانسفيريز، بيتحول هذا الفري بيليروبين افتر ليفنج البيومين ان ذا بلازما بيحصل له كونجوجيشن، يعني بيمسك في ايه؟ في الجلوكيورونيك اسيد، يتحول لحاجه اسمها بيليروبين داي جلوكيورونيد، او بيتقال عليه كونجوجيتد او دايركت او سوليابل بيليروبين، او يتقال عليه كول بيليروبين. وبعد كده هذا الكول بيليروبين از ترانسبورت ثرو بيلياري تري من خلال البيلياري تراكت انتو ذا انتست. طب في الانتستين ايه اللي بيحصل؟ الكول بيليروبين از ريديوسد باي بكتيريال انزيمز انتو يوروبايلينوجين زي ما شفنا في الصوره. طيب اليوروبايلينوجين زي ما قلت 70% منه از لوست ان ستول از ستيركوبايلينوجين which is oxidized into ايه؟ ستيركوبايلين اللي هو بيديني براون كلر ستول.
في فوليوم مقداره قد ايه؟ 50 ل 250 مللي جرام بير دي. 30% من اليورو بايلينوجين از ري ابزورب تو ليفر. 30% من اليورو بايلينوجين بيعاد امتصاصه فين؟ ويروح لفين؟ للليفر. من خلال مين؟ الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. والدايره تلف من الليفر ينزل للانتستين، ثم الانتيرو هيباتيك سيركوليشن دايره سيركوليشن انتيرو هيباتيك سيركوليشن. Some of the reabsorbed bilirubin pass from the blood and excreted by the kidney as a urobilinogen which is oxidized urobilin اللي هو yellow color يديني ال yellow color of urine. وبالتالي البايل بيجمنت بقى الصبغه الايه الصفراويه دي البايل بيجمنت او الايه المراريه دي اللي موجوده في البلازما هلاقي ايه في الطبيعي؟ يمكن الاقي هيموبيلوروبين، ممكن الاقي كولبيلوروبين اللي هو كونجوجيتد بيلوروبين، ممكن الاقي اليوروبايلينوجين. في اليورين ممكن الاقي كونجوجيتد بيلوروبين، ممكن الاقي يوروبايلينوجين. لكن مش هلاقي هيموبيلوروبين. في الفيسز هلاقي كونجوجيتد بيلوروبين او ستيركوبايلينوجين، لكن مش هلاقي هيموبيلوروبين في الستور. لما ابص على الصوره تاني بعد ما انا قلتها في الاول وبعد ما شرحتها تلاقي بقى الكلام واضح جدا. في الريتيكولو اندوثيليال سيستم الار بي سيز اتكسرت ادتني هيموجلوبين، الهيموجلوبين اتكسر لجلوبين وهيم، الجلوبين راح للامينو اسيد بول والهيم اتكسر لبيلوروبين وايرن، والاير اداني ايه دخل في الار بي سي سينسز، والبيلوروبين مسك في الالبيومين في البلازما وعمل لي هيموبيلوروبين اللي راح ناحيه الليفر ساب الالبيومين بره، والبيلوروبين دخل حصل له كونجوجيشن وذ جلوكورونيك اسيد عشان يعمل الكولبيلوروبين ينزل مع البايل للانتستين بالبكتيريا الانزيمز يتحول يوروبايلينوجين. 70% ينزل في الاستول و30% وعدم امتصاصه في اتجاه الليفر، جزء منه بيروح للكيدني عشان ينزل في اليورين از يورو بايلين. طيب الجندس او يتقال عليها الاكترس الصفرة انها بنقابلها كتير، طفل بعد يوم ولا اتنين يصفر، واحد مريض كبد يقول لك جلده اصفر وعينيه اصفرت، ايه الصفرة دي؟ يهمني اعرف ديفينيشن ويهمني اعرف الكوزس والتايبس بتاعتها. يعني ايه جندس او اكترس؟ هي عبارة عن يلوش ديسكالاريشن او بقول عليها يلوش كالاريشن اوف سكين اند ميوكاس ميمبريت، يعني اصفرار في الجلد والاغشيه المخاطيه. الاغشيه المخاطيه زي ايه؟ الميوكاس ممبرين بتاع اللب، طنج، السكليرا اللي هي الجزء الابيض بتاع العين ده يبقى اتموسفير. كوزد باي هايبر بيليروبينيميا، يعني البيليروبين في الدم زاد. ان ويتش بيليروبين ليفل ان ذا بلازما از مور ذان 2 مللي جرام بيرسنت، يعني لما يزيد البيليروبين اعلى من 2 مللي جرام بيرسنت يحصل الجوندس او الاكترس. طيب هو نورمالي البيليروبين ليفل في الدم او في البلازما قد ايه؟ نورمال بيليروبين ليفل ارقام تتحفظ من كام؟ من 2 من 10 ل 8 من 10 مللي جرام برسنت. طب ايه هي الكوزس اند تايبس اوف جوندس اور اكترس؟ في حاجه اسمها هيموليتيك او بري هيباتيك جوندس، حاجه اسمها هيباتيك او انترا هيباتيك ايه كوليستيزس او يتقال عليها توكسيك جوندس، وفي حاجه اسمها اوبستراكتيف او يتقال عليها اكسترا هيباتيك كوليستيزس او يتقال عليها بوست هيباتيك جونز. يعني انا عندي ثلاث انواع من الصفر. نوع بيحصل اسبابه قبل الكبد اللي انا بقول عليها هيموليتيك او بري هيباتيك جونز، صفره نتيجه تكسير في كريات الدم الحمراء. النوع الثاني المشكله في الكبد نفسه، بقول عليها ايه؟ هيباتيك جونز، او بقول عليها انترا هيباتيك يعني داخل الكبد. كوليستيزس يعني صفره نتيجه مشكله جوه الكبد، او يتقال عليها توكسيك جوندس لان بعض التوكسينز بتدمر الكبد وتعمل الجوندس. في نوع بقى ممكن المشكله فين؟ بعد الكبد، بوست هيباتيك، عشان كده بقول عليها بوست هيباتيك جوندس، او بتبقى المشكله سببها اوبستراكشن انسداد ما بعد الكبد، يعني مثلا في البيلياري تراكت، فعشان كده بقول عليها اوبستراكتيف جوندس، او بقول عليها اكسترا هيباتيك كوليستيز، يعني في اوبستراكشن بره الكبد. يبقى دي الثلاث انواع بتاعتي، همسكها نوع نوع. اول نوع الهيموليتيك او البري هيباتيك جوندس، ابص على الصوره والصوره بألف كلمه. الثلاث انواع بتاع الجوندس هشرحهم بنظريه الحنفيه والحوض. لو انا فاتح الحنفيه وبعدين لقيت الميه بتقع من الحوض، يبقى انا عندي احتمال من ثلاثه. يا اما الحنفيه انا فتحتها زياده عن اللزوم والميه جايه نازله شديده قوي 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 فملت الحوض وطرطشت بره كده ووقعت بره الحوض، يبقى ده اول نوع اللي هو الهيموليتيك جونز.
او المشكله في الحوض نفسه، الحوض ممكن يكون صغير او مكتوم شويه فيوقع، بقول عليها هيباتيك جوندس. او المشكله في التصريف بتاع الحوض، ان الحنفيه مش مفتوحه على الاخر والحوض كبير ومش مكتوم، لكن مواسير التصريف من الحوض هي اللي مقفوله، فبقول عليها اوبستراكتيف او بوست هيباتيك جوندس. هبدا باول نوع اللي هي الحنفيه مفتوحه زياده عن اللزوم، الار بي سيز بتتكسر كتير قوي فبتتحول لايه؟ لهيموبيلوروبين بكميه مهوله، فديت اللي بقول عليها هيموليتيك جوندس. اسبابها ايه؟ انكريز ذا ار بي سيز لايسز او بريك داون، تكسير الار بي سيز. زي ايه؟ مرض خدناه في البلاد اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس، واحده الار اتش بتاعتها نجت فعامل ريسس بتاعها سلبي، ومتجوزه واحد ار اتش بوزيتيف والطفل ار اتش بوزيتيف، العيل الاولاني بيعدي سليم، بس ساعه الولاده شويه دم من الطفل من عن طريق البلاسينتا بتنقل للام فتكون اجسام مضاده. لو الطفل الثاني كان ار اتش بوزيتيف، الطفل الثاني بيتنقل له الاجسام المضاده فيتكون حاجه اسمها انتج انتي بادي رياكشن، والار بي سي بتاعته تتكسر وتعمل مرض اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس، مرض في تكسير في الار بي سيز نتيجه مشكله في الار اتش سيستم وبلاد جروب. تاني حاجه، ار بي سيز بتتكسر نتيجه حاجه اسمها هيريديتاري سفيروسايتوزيس. الار بي سيز نورمالي باي كونكيف ديسك شيب، في بعض الامراض الوراثيه بلاقي الار بي سيز شكلها كروي من البدايه فتتكسر بسهوله. تالت حاجه، حاجه اسمها الثلاسيميا، انيميا البحر الابيض المتوسط، بل الار بي سيز بتتكسر بسرعه فيها لان في مشكله في الهيموجلوبين بتاعها. او بعض الادويه زي السلفة تكسر الار بي سيز كتير. نتيجه تكسير الار بي سيز كتير يعني معناها الحنفيه مفتوحه زياده عن اللزوم، يعني البيلوروبين فورميشن اكتر من الهيباتيك ابتيك، الميه نازله اكتر ما الحوض بياخد، يعني معنى كده هيبقى فيه جوندس. طب الانفستيجيشنز ايه؟ التحاليل والحاجات اللي عملها تاكد لي، هشوف الدم هلاقي الهيموبيلوروبين زايد فيه، في رياكشن اسمه فاندنبرج رياكشن، هنتكلم عنه كلمتين في الاخر، بيبقى اندايركت. يعني انا دلوقتي لو خدت البلازما بتاع الهيموليتيك جوندس، مريض اللي عنده هيموليتيك جوندس، وحطيت معاه رياجنت معين هلاقي ما بيتلونش. لو حطيت الكحول، ميثايل الكحول الاول زي ما هنشوف الكحول، هتلاقيه يتلون، يبقى اسمه اتلون بطريقه غير مباشره، بقول عليه اندايركت. يبقى اندايركت فاندنبرج رياكشن معناها ان اللي زايد هو الهيموبيلوروبين، يبقى اما الهيموبيلوروبين بيزيد بيحمل حاجه اسمها اندايركت فاندنبرج رياكشن. بلاقي اليورين في البدايه بيبقى نورمال، بعد شويه بيغمق نتيجه ان الهيموبيلوروبين اما زاد، زاد بعد كده نتيجه له الكولبيلوروبين وراح على اليوروبايلينوجين ثم راح ده نزل في اليورين، لكن في البدايه بيبقى لونه عادي لكن بعد كده يغمق. الستول بيزيد فيه الاستيركوبايلينوجين فيزيد الاستيركوبايلين، فتلاقي الستول او البراز الفيسز دارك. يبقى اما ارجع اهو بقى للكلام المكتوب، هلاقي ان الهيموليتيك او البريهيباتيك جوندس، اتكلمت على الكوز، جت تعمل ار بي سيز لايسز او هيموليسيز زي ما قلت، اريثروبلاستوزيس فيتاليس، هيريديتاري سيروسايتوزيس، ثلاسيميا، ودراج زي السلف. الباثوجينيسيس بتتم ازاي؟ قلت الريت اوف فورميشن اوف بيلوروبين اكسيدز، يعني بتزيد او بتتعدى الريت اوف هيباتيك ابتيك، وبالتالي هيزيد الهيمو بيلوروبين ان بلاد اللي هو نوت ديفيوزد تو يورين. ليه؟ لانه كاريد اون البيومين. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهيموليتيك جوندس هي بتاع الهيموليتيك انيميا، في انيميا والاسبلين شغال زياده عن اللزوم لانه بيكسر ار بي سي كتير، والايه العضو الذي يستخدم ينمو والذي لا يستخدم يضمر، فالاسبلين قاعد يكسر في ار بي سيز يعني بيشتغل بكميات كبيره فيتضخم. هلاقي في جول ستونز، في حصوات في الجول بلادر، في الحويصله الملاريه في حصوات، بس ما فيش اتشنج، ما فيش هرش. الفحوصات اللازمه اللي هي الانفستيجيشن، البلاد هلاقي فيه هيموليتيك انيميا اعراضها موجوده وصفاتها، هيزيد الهيموبيلوروبين اللي هو ووتر انسوليبل، ولا اندايركت فاندنبرج رياكشن. اليورين بلاقي فيه يوروبايلينوجين، بلاقي اليورين نورمال كلر ات فيرست، زين يوروبايلينوجين از اوكسيدايزد تو يوروبايلين جيفينج دارك براون يورين. الفيسز بلاقي زاد للسيركوبايلين وبقى الفيسز ديب براون ان كلر.
طب ديت اول نوع عندي. تاني نوع اللي هو الهيباتيك او الانترا هيباتيك كوليستيزيس او التوكسيك جوندس. ابص على الصوره والصوره بألف كلمه. المشكله عندي في الحوض نفسه في الليفر. الليفر في مشكله فبالتالي هيبقى في جوندس. يبقى الكوز ديسيز دي هيباتيك سيلز زي ايه؟ التهاب كبدي هيباتايتس، ليفر سيروز في تليف في الكبد، بعض الادويه بتدمر الكبد، البريجنسي الحمل نفسه ممكن يعمل هيباتيك جوندس تبقى مؤقته. طيب الباثوجينيسيس الديسيز ليفر كانت ابتيك اول هيموبيلورا، يعني خلي بالك الليفر اللي مش قادر يشتغل دهوت ما بياخدش كل الهيموبيلورا. زي الحوض، الحوض لو صغير قوي الميه هتقع منه لانه مش قادر يستوعبها يبقى زاد الهيموبيلورا. او لو الحوض بقى هو نفسه مكتوم سنه يبقى هيوقع شويه من الميه اللي في الحوض نفسها، يعني الليفر مثلا بيكون ايه؟ كول بلوروبين بس ما بينزلش على الانتستين كله، جزء منه بيقع بيدخل في الدم فبيزيد الكول بلوروبين. يبقى ممكن الباثوجينيس تاني اوبستراكشن اوف سام هيباتيك ايه؟ كانالي كولار. الانفستيجيشن الفحوصات اللازمه هلاقي في زياده في الاثنين في الهيموبيلوروبين والكول بيلوروبين. انا المره اللي فاتت قلت لما بيزيد الهيموبيلوروبين بيعمل اندايركت فاندنبرج رياكشن، وزي بعد شويه اما هقول لما هيزيد الكول بيلوروبين بيعمل دايركت فاندنبرج رياكشن نتيجه ان اللي زاد الدايركت بيلوروبين او الكول بيلوروبين. طب اما الاثنين يزيدوا بقول عليه بايفيزيك فاندنبرج رياكشن. بايفيزيك يعني ثنائي المراحل، يعني اول ما باخد عينه بلازما واحط عليها الريجنت فاندنبرج رياكشن هيديني لون بينك لون محمر. لو حطيت الكحول اللون هيغمق، يعني معناها في مرحلتين فيه، يعني في الهيموبيلوروبين والكولبيلوروبين. اليورين هيزيد فيه الكولبيلوروبين فهتلاقي اليورين دارك كالر دي يورين. بس في سم سورت اوف اوبستراكشن، يعني الستول هيقل فيها الاستيركوبايلين فيبقى بيل ستول، يعني البراز لونه فاتح. يبقى اما ارجع كده للهيباتيك جوندس او الانترا هيباتيك كوليستيزيس او التوكسيك جوندس، يبقى الكوزز ديسيز دي هيباتيك سيلز زي الهيباتيتس ليفر سيروزز سام دراكس والبريجنس. الباثوجينيز زي ما قلت ديسيز دي ليفر سيلز كانت ابتيك اول هيموبيلوروبين فهيزيد في الدم يبقى زاد الهيموبيلوروبين في الدم. تاني حاجه في انفلاميشن في الليفر هيؤدي الى اوبستراكشن انسداد اوف سام كاناليكولاي قنوات صغيره ويز باك ديفيوجن اوف كولبيلوروبين تو بلاد. يبقى هيزيد الاثنين الهيموبيلوروبين والكولبيلوروبين هيزيدوا في الدم. الكلينيكال بيكتشر اوف هيباتيك ديسيز بس برضك مش هيبقى في اتش، مفيش هرش. الانفستيجيشنز الدم هلاقي زايد فيه الهيموبيلوروبين والكولبيلوروبين وبالتالي في بايفيزيك فاندنبرج رياكشن. اليورين هيزيد فيه مين؟ الكولبيلوروبين لانه زاد في الدم فهيروح للكدني. طيب واليورين هيبقى دارك براون كالر. الفيسز قل فيه الاستيركو ايه؟ بايلين وبالتالي الاستول يبقى بيل. النوع الثالث اللي هي اوبستراكتيف جوندس او بقول عليها اكسترا هيباتيك كوليستيزيس او بقول عليها بوست هيباتيك جوندس. ابص على الصوره والصوره بألف كلمه. المشكله دلوقتي ماهيش في الحنفيه ولا في الحوض، هي في تصريف الحوض. تكسير الار بي سيز عادي ما بتتكسرش كتير والكبد سليم، لكن المشكله في البيلياري تراكت القنوات اللي بتوصل الايه العصاره الصفراويه للامعاء مسدوده لاي سبب فيحصل اوبستراكتيف جوندس. يبقى الاسباب بتاعت الاوبستراكتيف جوندس اوبستراكشن اوف بايل داكت زي البيلياري ستون في حصوات مراريه يا اما في الكنال يا اما في الجول بلادر، او كانسر هيد اوف بنكرياس في ورم في الايه البنكرياس ضاغط على البايل داكت قافلها. الباثوجينيسيس انا دلوقتي لو المخرج بتاع الحوض مكتوم الميه مش هتتصرف وهتعمل حوض، فده اللي بيحصل لما يحصل انسداد في البايل داكت هيؤدي الى ريتينشن اوف كل بلوروبين. الكول بلوروبين اللي كان بواسطه الكبد هي ايه؟
مش هيعدل الانتست، مش هيبقى فيه الاستون، مش هيبقى فيها ايه استيركوبايلينيشن، بس هيرجع للدم ومنه يروح لمين؟ للكدني، عشان ينزل في اليورين كتير. يبقى اليورين هتلاقيه غامق والستول فيري بيل او كلي كلر او ويتش لايك، بيضه خالص. بالمانيفستيشن هتلاقي فيه براديكارديا، دقات القلب قليله، بروريتس هرشل وايتشنج، استيتوريا اللي هي فاتي دايريا، بيسهل اسهال مدهنا، او بيقل الفيتامين كي، فيتامين كي بيقل فيؤدي الى بليدنج تندس، بينزف ليه؟ لان خلي بالك البايل مهمه جدا انها تنزل الانتست، لانها مهمه في امتصاص الدهون والفات سولابل فيتامينز. فلما ما تنزلش الانتست هيبقى في مال دايجيشن اند ابزوربشن اوف فات، فيحصل استيتوريا ويحصل نقص للفات سولابل فيتامينز الفيتامين كي. مش كده وبس، البايل سولتس لما ما تنزلش على الانتستين هتزيد في الدم وتروح تترسب في اماكن مختلفه، هتروح على الهارت، على القلب، وتترسب في الكاردياك تيشو فتعمل براديكارديا يقل الهارت ريت، تروح تترسب في السكن في الجلد وتعمل اتشنج هرش او برورايتس. يبقى الانفستيجيشنز هنا هلاقي اللي زايد كول بلوروبين في الدم، وبيزيد انزيم اسمه الالكالاين فوسفاتيز، وهيزيد البايل سولتس، وهيزيد الايه الكوليسترول في الدم. يبقى زاد الكوليسترول والبايل سولتس والالكالاين فوسفاتيز والكول بلوروبين في الدم. طالما الكول بلوروبين زاد يبقى في دايركت فاندنبرج رياكشن، زاد الكول بلوروبين في الدم ما يروح للكدني ويزيد في اليورين، يبقى هيبقى في زياده في اليورين والبلوروبين، وهيبقى في دارك براون يورين. بينما الكول بلوروبين السكه مسدوده مش هينزل للانتستين، وبالتالي هيبقى في ايه؟ absent ستيركوبايلين انفيسز، يعني هيبقى في فيري بيل اوركلي فيسز، بيبقى باهت جدا ابيض، يبقى عامل زي لون التباشير كده او الجير. يبقى اما ارجع اهو تاني يبقى الاوبستراكتيف او الاكسترا هيباتيك كوليستيزيس او البوست هيباتيك جوندس الكوزز، في اوبستراكشن اوف بايل داكس از ان بيلياري ستون او تيومر ان هيدو بانكرياس which presses on bile duct causing its occlusion. الباثوجينيسيس فيه ريتنشن اوف كولبيلوروبين اند باك ديفيوجن تو ذا بلاد، فهيزود الليفل بتاع الكولبيلوروبين في الدم ويزيد السكريشن بتاعه في اليورين، لان الكولبيلوروبين ديفيوزز ايزلي ان يورين از ات از ووتر سوليبل. الكلينيكال بيكتشر هتبقى بتاع الريتنشن اوف بايل سولتس، فتلاقي في براديكارديا لان البايل سولتس ديبوزيتس ان ذا هارت، بتترسب في الهارت. هتلاقي في برورايتس او اتشنج نتيجه البايل سولتس بتترسب في السكن. هتلاقي في ستيتوريا او فاتي دايريا، اسهال مدهنا يو تو لاك اوف بايل سولتس ان انتستين. هتلاقي في نقص الفيتامين كي نتيجه نقص الامتصاص بتاعه، نتيجه نقص البايل سولتس في الانتستين فيؤدي الى بليدنج تندنسي. الانفستيجيشن هتلاقي البلاد زايد فيه الكولبيلوروبين، زايد الالكالاين فوسفاتيز، زايد البايل سولتس، زايد الكوليسترول، وهتلاقي فيه دايركت فاندنبرج ايه رياكشن. اليورين هتلاقي فيه زايد الكولبيلوروبين، وهتلاقي اليورين ماله دارك براون. الفيسز هتلاقي فيه ابسنت ستيركوبايلين وفيري بيل اوركلي كالرد فيسز. يبقى انا كده اتكلمت على التايبس اوف جوندس، الثلاث انواع الاساسيين. طيب اوقات العيل يتولد طبيعي وبعد يومين يبدا يصفر، حاجه اسمها فيسيولوجيكال او نيونيتال جونز، بتحصل في النيو بورن انفانتس 2 لـ 7 دايز افتر بيرث. الاسباب ممكن تكون ايه؟ رابيد ديستراكشن اوف هيموجلوبين افتر بيرث، العيل نازل ار بي سيز بتاعته كتير زي ما عرفنا قبل كده في الفيسيولوجي، نتيجه ان هو ديورنج فيتال لايف بيبقى ايه؟ بيبقى خلي بالك ديورنج فيتال لايف في ريلاتيف هايبوكسيا عنده في الار بي سي بتاعته كتير، اول ما يتولد بتتكسر ار بي سيز كتير فتعمل فيسيولوجيكال جوندس. كلام جميل. او ممكن يكون في مايلد جلوكورونايل ترانسفيريز ديفيشنسي ان بريماتيور ليفر ويتش كوزز ا ديفكت ان كونجوجيشن، يعني العيل ساعه ما بيتولد
بيبقى الليفر نوت ويل ديفلوبد، لسه بريماتيور غير ناضج، فتلاقي الانزيم اللي هو الجلوكيرونال ترانسفيريز ناقص شويه، فممكن يبقى في نقص في الكونجوجيشن بتاع البيليروب. طيب الفيسيولوجيكال جونس بتقعد تقريبا اسبوع وبعد كده تختفي. طب لو احتاجنا علاج، غالبا ما بيحتاجش علاج، بس لو احتاجنا علاج، قال لك ذيس انفنت شود بي اكسبوز تو بلو لايت. انت عارف يقول لك ايه؟ عرضه اللمضه اللي هي زي اللمضه بيضه كده، زي اللمضه اللي شبيهه لها، بتديني بلو لايت. البلو لايت دوت اللي هو الضوء المزرق ده، which is absorbed by bilirubin in the plasma، بيمتص بواسطة البيليروبين in the plasma of skin vessels، يعني بواسطة البلازما اللي موجودة في الأوعية الدموية في الجلد، and it changes into more water soluble isomer، يعني هذا البيليروبين تحول ل water soluble isomer excreted in bile and urine. يبقى الصورة عند النيونيتال جوندس، هذا نيوبورن اهو، ممكن تلاقي فيه رابيد هيموجلوبين ديستراكشن أو نقص الجلوكيرونال ترانسفيريز، بيحصل التالي 7 دايز افتر بيرث، زاد الاندايركت بيليروبين نتيجه زياده البرودكشن او نقص الكونجوجيشن، فيدي يلو كالوريشن اوف سكين اند ميوكاس ممبرين، يعني جوندس. بعد 1 ويك ديسابيرز سبونتينيوس لوحدها او ريكوير تريتمنت باي اكسبوجر تو بلو لايت، بيتحول ان كونجوجيتد بيليروبين ان كونتينيوس فيسل لمور ووتر سوليبل ايه ايزومر اكسكريتد ان بايل اند ايه اند. طيب في نوع من الجوندس اسمه نون هيموليتيك جوندس، او بقول عليها كونجينيتال هايبر بيليروبينيمياز، زي حاجه اسمها جيلبرت سيندروم. الجيلبرت سيندروم ده كومن فاميليال ديزيز افكت تقريبا من 2-5% من البوبيليشن، ده مرض بيمشي في العائلات شائع، لكن بيبقى غالبا اسيمتوماتيك، يعني ما بيعملش مشاكل وما بيعملش اعراض. بلاقي في اسيمتوماتيك انكريز ان انكونجوجيتد بيليروبين. الانكونجوجيتد بيليروبين اللي هو الاندايركت بيليروبين بيبقى زايد وما بيعملش مشاكل وما بيعملش اعراض، بيبقى سببه ايه؟ ممكن نقص البيليروبين ابتيك او نقص الجلوكيرونال ترانسفيريز او نقص الار بي سيز لايف سبان. ماشي. طب النوع الثاني حاجه اسمها كريجلر ناجار سيندروم. كريجلر ناجار سيندروم ده بقى مش اسمه، لا ده سيفير تايب، ده نوع شديد من الكونجينيتال جوندس النيونيت. في منه نوعين، النوع الاولاني في ابسنت جلوكيرونال ترانسفيريز، يعني ما فيش جلوكيرونال ترانسفيريز خالص اللي هو بيعمل كونجوجيشن. النوع الثاني الجلوكيرونال ترانسفيريز موجود لكن قليل، يعني بالتالي اللي هيبقى زايد مين؟ الانكونجوجيتد بيليروبين. يعني انا هلاقي النوع الاولاني والثاني اللي هو الجيلبرت سندروم والكريجلر ناجار سندروم، بلاقي فيهم الانكونجوجيتد بيليروبين زايد. طب النوع الثالث اللي هو الدوبن جونسون سندروم، بلاقي كونجينيتال هايبر بيليروبينيميا اللي زايد فيه الكونجوجيتد بيليروبين. السبب ديفكت ان بيليروبين اكسكريشن، يعني الايه الكبد بيحول الانكونجوجيتد لكونجوجيتد، لكن الاكسكريشن بتاع الايه الكونجوجيتد بيليروبين فيه مشكله فبيزيد الانكونجوجيتد بيليروبين. يبقى الجيلبرت سندروم والكريجلر ناجار سندروم اللي زايد فيهم الانكونجوجيتد بيليروبين، لكن الدوبن جونسون سندروم اللي زايد فيه الايه الكونجوجيتد بيليروبين. دوبن كونجوجيتد، افتكر اعمل الاسم كده، دوبن كونجوجيتد اللي زايد. كلام جميل. طب الفاندنبرج رياكشن عايزك تعرفه عشان ما تتوهش عليك، ثلاث كلمات انك تقول لي في الاوبستراكتيف جوندس مين اللي بيزيد؟ الكول بيليروبين. الكول بيليروبين يديني دايركت فاندنبرج رياكشن، يبقى اهو ان اوبستراكتيف جوندس الكول بيليروبين زايد، والكول بيليروبين رياكت دايركتلي ويز حاجه اسمها ايرلي اكسري ايجنت او ديازوري ايجنت فيديني بينك كار، عشان كده بقول عليه دايركت فاندنبرج رياكشن. طب في الهيموليتيك جوندس اللي زايد الانكونجوجيتد او الهيموبيليروبين اللي هو بيرياكت ويز ديازوري ايجنت او فاندنبرج رياكشن only after A after separation of albumin by methyl alcohol، لازم اضيف الميثايل الكحول عشان يدي رياكشن، عشان كده بقول عليه اندايركت رياكشن. لكن في الهيباتيك جوندس الاثنين زايدين الهيموبيليروبين والكول بيليروبين، فبالتالي بلاقي ان في البدايه بيديني بينك كالر ويز ديازوري ايجنت والكالر بيزيد لو اديت الكحول، فعشان كده بقول عليه بايفيزيك رياكشن. السلايد ده عايزك تعرف فيها ثلاث جمل، اول جمله تقول لي ان الاوبستراكتيف جوندس بلاقي الكول بيليروبين هو اللي زايد فيه فيبقى في دايركت فاندنبرج رياكشن. الجمله الثانيه انك تقول لي الهيموليتيك جوندس اللي زايد فيها الهيموبيليروبين
او الانكونجوجيتد بيليروبين فيديني اندايركت فاندنبرج رياكشن. الجمله الثالثه تقول لي الهيباتو سيلولار جوندس اللي زايد فيها الهيموبيليروبين والكل بيليروبين وبالتالي بتديني باي فيزيك فاندنبرج رياكشن. يبقى انا كده خلصت نص المحاضره الاولاني اللي هو بيمثل البايل بيجمنت ميتابوليزم اند جوندس. نبدا في الهدف الكبير الثاني اللي هو الفانكشنز اوف لارج انتستين. الامعاء الغليظه بتاعتنا فايدتها ايه؟ اول فايده absorption of water, electrolytes and some vitamins and some drugs. يعني على سبيل المثال الامعاء الغليظه بتمتص الصوديوم كلورايد بالخاصيه الاسموزيه ويتبعها امتصاص الميه تقريبا 2 لتر. 2 لتر بيمتصوا في اليوم من الانتستين اللارج انتستين بيتبعهم امتصاص الصوديوم كلورايد. تاني حاجه الملحوظه الثانيه حاجه اسمها اللارج ووتر ريكتال انيما انكريزس ووتر ابزوربشن فروم ريكتام اند ووتر انتوكسيكيشن. اوكي مريض الكبد اوقات بنحتاج نعمل له حقنه شرجيه اوقات بنعمل له الحقنه تبقى حقنه شرجيه ميه بس ما بنحطش لاكتولوز ولا غيره بس دي بتبقى خطيره لان لما بنعمل حقنه شرجيه ميه الميه بتمتص كميه مهوله من الريكتام اللي هو الجزء الاخير من الامعاء الغليظه فتعمل تسمم ميه. تسمم ميه ده يعني ايه؟ يزيد الانتراكرينيال تنشن الضغط جوه المخ يزيد ويعمل سيفير فوميتنج وممكن يعمل مشاكل في المخ ويعمل كونفالشن وممكن يعمل كوما ودف. طب تالت حاجه تخص الابزوربشن اوف ووتر الكترولايت سام فيتامين او غيره ان سام دراكس زي السيداتيفز المهدئات السترويدز الاناستيكس المخدرات كود بي تيكن ايه؟ از سبوزيتورز. في بعض الادويه بتتاخد كالبوز زي حد بالفلاحي كده السخونيه مش اوقات بنحتاج لبوز نديها للطفل علشان السخونيه مثلا او للكبير حتى. يبقى اول وظيفه ابزوربشن اوف ووتر الكترولايتس اند سام فيتامينز اند سام دراكس. تاني وظيفه بكتيريال اكشنز ان لارج انتست. الامعاء الغليظه بتاعتنا فيها نوعين من البكتيريا، في نوع نافع بقول عليه ايه يوسف البكتيريا او البكتيريا الفلورا وفي هرم في البكتيريا. يوسف البكتيريا مهمه في ايه؟ بتصنع لي فيتامينز زي فيتامين كي وانواع من الفيتامين بي كومبلكس زي الثيامين والبيوتين والفوليك اسيد. الامعاء اللي هي البكتيريا المفيده اللي هي البكتيريا الفلورا بتستميوليت بتستثير الليمفوسايتس في الانتستاينال وول عشان تصنع لي ايه؟ وتعمل سكريشن للسكريتوري ايمينوجلوبولين اللي هو ايمينوجلوبولين ايه والايمينوجلوبولين ام. مش كده وبس، البكتيريا الفلورا بتبريفنت السيكل انلارجمنت اللي هو التضخم بتاع السيكل عن طريق ايه؟ انها بتعمل دايجيشن للماكرو مولكيولز. يعني مثلا في جزيئات كبيره بتتاكل ما بتهضمش في جميع الايه؟ الجهاز الهضمي ما عدا اللي في اللارج انتست زي الخضروات والفايبرز. المولكيولز كبيره تنزل البكتيريا النافعه تشتغل على تهضمها فتمنع تضخم السيكل. طب الهرم في البكتيريا البكتيريا الضارة ممكن تطلع حاجة ضارة زي ايه؟ الامونيا. في بكتيريا بتطلع امونيا والامونيا دي خطيرة لما تزيد في الدم. مريض الكبد نخاف عليه لو عنده امساك، نخاف عليه لو كل بروتينات كتير. ليه؟ البكتيريا الضارة هتكون امونيا كتير ممكن تعمل له غيبوبة كبدية. البكتيريا الضارة ممكن تصنع كوليسترول وتعمل هايبر كوليستروليميا، تلاقي المريض عنده اثيروسكلوروز تصلب شرايين وعنده هايبر كوليستروليميا. الكوليسترول زايد في الدم وجلد على العظمه، لا بياكل دهون ولا بياكل لحمه ولا ولا ولا. امال المشكله ايه؟ بكتيريا ضاره في اللارج انتستين بتصنع كوليسترول. ممكن بكتيريا ضاره تطلع هيستامين وتعمل انافيلاكتيك رياكشن زي حساسيه فازو كونستريكشن و الكلام ده. او بكتيريا تطلع سيروتونين فازو كونستريكشن ومشاكله لما الهايبر تنشن. بكتيريا ضاره ممكن تستخدم حاجه مفيده زي ايه؟ يوتيلايزيشن اوف فيتامين بي 12 قاعده تستهلكه وبالتالي تعمل نقص فيه. او بكتيريا ضاره تستهلك الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد فتقلله. يبقى دي البكتيريا الاكشنز فين؟ في اللارج انتستين. في اللارج انتستين بتطلع لي بتعمل سكريشن للالكالاين ميوكس. الالكالاين ميوكس بروديوسد باي لارج انتستين بيطلع من حاجه اسمها الجوبلت سيل او حاجه اسمها كريبس اوف لايبر او مجموعه من السيلز موجوده في الول بتاع اللارج انتستين بتطلع لي هذا الايه؟ الالكالاين ميوكس. البي اتش بتاع هذا الميوكس الكالاين هايلي الكالاين بتبقى 8. طب ايه اللي بيزود السكريشن بتاع الالكالاين ميوكس؟
الفود كونتنت اللارج انتستين، وجود الاكل في اللارج انتستين بيستثير اللارج انتستين عشان تطلع الالكالين ميوكس. قال لك ايه كمان؟ ايموشنال ستريس، لما الواحد يكون ايه؟ ها؟ متوتر منفعل. بتعمل ستيميوليشن للبلفيك نيرف باراسمباثيك، فيزود الميوكوس سكريشن ويزود الموتيليتي بتاعت اللارج انتستين فيحصل له دايريه. يبقى ليه لما الواحد يكون متعصب او متوتر او قلقان او خايف من الامتحان او داخل امتحان او في ظروف عصبيه يحصل له دايريه؟ اسهال، لان الايموشنال ستريس بالذات لو سيفير يعمل العكس، الاستريس البسيط يعمل سمباثيك، لكن لما يكون سيفير ستريس حاجه اللي تزيد عن حدها تتقلب لضدها، تعمل برا سمباثيك ستيميليشن فتزود الميوكوس سكريشن وتزود الموتيليتي بتاع اللارج انتستين فتعمل دايري. طب فايده الالكالاين ميوكوس في اللارج انتستين ايه؟ بروتكت انتستينال ميوكوزا فروم اسيد برودوسد باي بكتيريا، يعني بتحميني من الاسيد اللي بيتكون بواسطه البكتيريا فين؟ في اللارج انتستين. يبقى انا كده اتكلمت على الفانكشنز بتاعت اللارج انتستين، اول حاجه الابزوربشن اوف ووتر والكترولايتس اند فيتامين اند سام دراجز، البكتيريال اكشنز في اللارج انتستين، والسكريشن اوف الكالاين ميوكوس من اهم الوظائف بقى، الوظيفه الاساسيه للارج انتستين، ستورج اند ايفاكويشن اوف ستول اور فيسز، بتخزن وبتفضل ستول البراز. اول حاجه ستورج اوف ستول زي كولن ستور زي فيس، ماشي ممكن يقعد ايام مخزن ستول، ممكن تلاقي الطفل او الكبير ممكن يقول لك انا قعدت يوم واثنين وثلاثه واربعه من غير ما اعمل حمام، مخزن الستول. The rectum is usually empty except just before defecation، قبل عمليه التبرز مباشره، ان الجزء الاخير من الامعاء الغليظه اللي انا بقول عليه الريكتم ده بيكون خالي من الستول. اول ما ينزل في الستول يبدا يحس بالديزاير فور ديفيكيشن، رغبه في عمليه التبرز، وبعدين ربنا يكرمه ويروح يتبرز. طب ايفاكويشن اوف ستول اللي هي عمليه الديفيكيشن، عمليه التبرز. قال لك وين ذا ريكتم كونتينز 100 ملي اوف فيسز ذير از ان ايرج تو ديفيكيت، يعني لما الريكتم ينزل فيه 100 ملي من البراز البني ادم بيحس انه عايز يروح يعمل حمام. which is completed by reflex relaxation of internal anal sphincter and voluntary relaxation of external anal sphincter، يعني بيحس انه عايز يروح الحمام فيروح الحمام فيعمل ارتخاء في الصمام الداخلي والخارجي لفتحه الشرج فيعمل عمليه التبرز. طيب عمليه الديفيكيشن ديت بيحصل فيها ساعات مشاكل اللي هي بقول عليها ديفيكيشن ابنورمالز. واحد يقول لك والله ده الطفل ده هيبقى له اربع ايام ما بيعملش حمام يبقى عنده كونستبيشن. واحدة تقول لك والله انا عندي مشاكل بيجي لي مخصة جديدة واجري على الحمام مفيش، او اجري على الحمام يبقى شايت اسهال صغيرين ومفيش، او الدنيا مش متظبطة معايا، مرة امساك مرة اسهال مرة مخصة جديدة يبقى سباستيك كولون قولون عصب. او واحدة تقول لك والله، او واحد يقول لك والله انا بجري على الحمام كل شوية اسهال شديد. يبقى في ثلاث مصطلحات عايز اعرفها، كونستبيشن يعني امساك، سباستيك كولو قولون عصبي، والدايريا يعني اسهال. هبدا بالكونستبيشن. يعني ايه كونستبيشن؟ يعني ايه واحد عنده امساك؟ يعني هل لو واحد دخل الحمام مره في اليوم اقول ده امساك؟ يعني ايه امساك او كونستبيشن؟ كونستبيشن از ذا ديكريز ان فريكونسي اوف ديفيكيشن، لما يقل عدد مرات الايه؟ التبرز بتاعه، هيقل المشكله، هيبقى في مور تايم فور ابزوربشن اوف ووتر فروم فيسز، وبالتالي الستول هيبقى ايه؟ البراز او الفيسز هيبقى دراي اند هارت. يعني واحد الطبيعه بتاعته انه يروح الحمام ثلاث مرات في اليوم، ده الطبيعي بتاعه. طيب هو في محاضره ومسك نفسه عايز يروح الحمام بس مسك نفسه وما راحش، ودي اشهر سبب لعمليه الامساك، تلاقي واحد ظروف شغله في مكان ما فيش فيه حمام مزنوق يمسك نفسه، فبعد شويه ينسى موضوع الحمام، بعد 3 4 ساعات يحس تاني ومسك نفسه، مره في مره في مره بقى عنده امساك. ليه اللي حصل امساك؟ ان منع التبرز البراز بقى لسه في اللارج انتستين فتمتص منه ميه كتير فيبقى ناشف، فالبراز ينزل ايه؟ دراي هارد فيسز وكميته قليله والفريكونسي قليل، يبقى اقول عليها كونستبيشن. زي ما قلت من اهم الاسباب مين اللي باي فريكوينت فولنتري انهيبيشن اوف ديفيكيشن، ان انا اللي بنفسي منع الديفيكيشن. واحد ايه
عايز يروح الحمام ومكسل، بيسمع ماتش كوره ومكسل يروح يجي جون في الحمام، فماسك نفسه. واحده عندها مذاكره، واحد عنده مذاكره ومكسل يروح الحمام، يقول لك الوقت اللي هو في الحمام اقعد اذاكر فيه. يبقى فولنتري انهبيشن اوف ديفيكيشن، هو اللي مانع نفسه عن الحمام، هو عايز يروح الحمام بس مكسل يروح. فبيخلي الريفلكس بتاع الديفيكيشن بقى ويك وايتونيك كولون، الكولون ما بيحصلش انقباض فيه فبيحصل امساك. تاني سبب الحاجه اللي تزيد عن حدها تتقلب لضدها، واحد عنده امساك كل شويه ياخد ملينات. الملينات كترتها زي ما بتجيب اثر عكسي، بتعمل كونستبيشن، يبقى الاوفر يوز اوف لاكساتيف ويكنز ذا ريفلكس اند كوز ايه؟ كوز تعمل ايه؟ ديفيكيشن بروبلم اللي هي الكونستبيشن. يبقى اول حاجه الفولنتري انهبيشن، فريكوينت فولنتري انهبيشن اوف ديفيكيشن. تاني حاجه الاوفر يوز اوف لاكساتيف اللي هي الملينات، بيستخدم حاجات للامساك بكميه كبيره، ما هو اوفر يوز، استخدام زياده عن اللزوم. او واحد مثلا عنده اينال بين، في شرخ في فتحه الشرج مثلا، او عنده بواسير عامله له الم شديد، فده بيخليه يحصل له امساك، مش عايز يروح الحمام، ما بيروحش الحمام من شده الالم. او واحده عندها هايبوثايرويديزم، الغده الدرقيه بتاعتها خامله. او في ديبريشن، واحده عندها اكتئاب تعمل كونستبيشن. او هايبر كالسيميا، الكالسيوم ما يزيد في الدم بيقلل الاكسايتابيليتي، فبالتالي يخلي الكولون ما يتحركش كويس، يبقى ايتونيك، فيعمل كونستبيشن. الكوزس مهمه جدا بتاعت الكونستبيشن، يبقى ديفينيشن اوف كوز. سباستيك كولون، القولون العصبي. الشخص العصبي بقى انوكشوس بيرسون، في الشخص العصبي بيحصل باروكسيزمال اتاكس اوف كولون سبازم اند كونستبيشن فولود باي دايري. تلاقي الشخص ده المتوتر العصبي اللي على اعصابه، تلاقي مغصه شديده، شويه امساك، شويه اسهال. طب في الحاله ديت الملينات مالهاش دور، يبقى لاكساتيف نوت يوز فور تريتمنت اوف ذيس كيس، ما استخدمش ملينات. امال اعالجها بايه؟ بستخدم دايت ريتش ان فايبر، يقول له كل خضار كتير، اكل يكون غني بالايه؟ بالالياف. بديله انتي سبازموديك وانتي ستريس دراجز، بديله حاجات تحوش التقلصات وحاجات تهدله اعصابه. طب تالت ديفيكيشن ابنورماليتي مهمه جدا، الدايري، الاسهال. عكس الكونستبيشن، عشان ما اقول لك كومبير، كومبير ما بين، قارن ما بين الكونستبيشن والدايريا. كان الكونستبيشن ديكريز ان فريكونسي اوف ديفيكيشن، وكان الستول يكون ايه؟ هارد ستول. لكن الدايريه بقى فريكوينت ديفيكيشن اوف لارج فوليوم اوف سوفت ستول، بيعمل حمام متكرر كميات كبيره من الستول اللي هي لوز طريه. طب اسباب الدايريه ايه؟ اسباب كتير جدا. ايه اللي يعمل اسهال؟ حاجات كتير. اول حاجه ممكن يكون في انفلاميشن، نقول عليها انفلاماتوري دايريه، في التهاب في الامعاء مثلا، irritation of intestinal mucosa by bacteria, viruses اللي بتعمل انترايتس، التهاب في الامعاء، اور بارازايت، يؤدي الى انفلاميشن في الميوكوزا، يؤدي الى ديكريز ابزوربشن ان فود. لما يبقى التهاب في جدار الامعاء الغليظه، مش هيبقى في امتصاص الميه، فالميه تدناها في الاسبول فينزل عليه اتساب. تاني حاجه سكريتوري دايريه، في حاجه اسمها كوليرا، كوليرا دي في الثلاثينات 1930 1925 موتت ثلث سكان مصر، ما كانش لسه المضادات الحيويه ظهرت. في الكوليرا في انتيروتوكسين بيخرج، الانتيروتوكسين بتاع الكوليرا بيزود السكريشن اوف صوديوم كلورايد اند ووتر، وبيزود الكولونيك موتيليتي، يعني بيخلي الصوديوم كلورايد والميه في البراز كتير، يبقى بقى زي الميه، والايه وحركه القولون تبقى شديده، فتلاقي ايه البراز زي الميه كده، بيبقى رايس لايك، زي ما زي رايس ووتر، زي ميه الرز كده. تالت نوع من الدايريه حاجه اسمها ترافلرز دايريه، يبقى في حالات الترافلنج من في ناس ما تكون على سفر تبقى قلقانه متوتره، فممكن يحصل دايريه. التنقل وحركه العربيات والطيران والقطارات والمعرفش ممكن تعمل دايريه. في حاجه اسمها السايكيك دايريه، النيرفس تنشن، واحد متعصب، واحد قلقان زي ما قلنا، واحد انكشوس بيرسون، واحد قلقان، واحد في ستريس، ممكن تعمل دايريه.
osmotic diarrhea by undigested lactose with deficient lactase or magnesium sulfate. في بعض الناس عندهم نقص في انزيم اسمه اللاكتيز، فلاقي الايه اللاكتوز ما بيتهضمش، فيدنوا فين في الاستول يسحب معاه ميه فيعمل اوزموتيك داري، او وجود المغنيسيوم سلفيت يسحب معاه ميه فيخلي الاستول ايه وتري فيعمل اوزموتيك داري. يبقى الكوزز او التايبس اوف دايريا تشمل انفلاماتوري دايريا، سكريتوري دايريا، ترافلرز دايريا، سايكيك دايريا، اوزموتيك دايريا. ايه هي الكومبليكيشنز اوف دايريا؟ في عندي ثلاث انواع من الكومبليكيشنز، او في كومبليكيشنز كتير بس اللي يهمني ثلاث دلوقتي على قد مستوانا. اول حاجه دي هايدريشن، واحد قاعد يفقد سوائل كتير يبقى هيبقى عنده جفاف، ممكن تؤدي الى حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك. يبقى الدي هايدريشن ممكن تؤدي الى هايبوفوليميك شوك، تلاقي الشخص ده ضغطه بيوطى قوي وممكن يحصل ايه كولابس وشوك نتيجه الدي هايدريشن. تاني حاجه مع الدايريا قاعد يفقد بوتاسيوم كتير فيبقى عنده هايبو كاليميا. طيب الانتستينال سيكريشن از الكالاين، اللارج انتستين السيكريشن فيها بيطلع لك الكالاين ميوكوس، بتفقد الكالاين سيكريشن. وما اجي اكون الالكالين بيتكون اسيد فيبقى عنده اسيدوزس، يبقى لوس اوف بايكربونات والريفورميشن اوف بايكربونات از انتسيديتد ويز انكريز ها اسيديك تايب. يعني كل ما اجي اكون بايكربونات بيتكون اسيد كتير. يبقى الكومبليكيشن تشمل ثلاث حاجات اساسيه، في ديهايدريشن تؤدي الى هايبوفوليميك شوك، في هايبوكاليميا البوتاسيوم قليل، وفي اسيدوزس يعني البي اتش ايه بتقل. تو سمرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه النهارده، اتكلمت على موضوعين كبار قوي اللي هو البايل بيجمنت فورميشن واللارج انتستين. بايل بيجمنت فورميشن مع الجوندس، واللارج انتستين ومع الابنورماليتيز بتاعه الديفيكيشن. اول حاجه اتكلمنا على ستيبس اوف بايل بيجمنت فورميشن، ثم اتكلمنا على الجوندس والتايبس بتاعتها، واتكلمنا على الفيسيولوجيكال جوندس، اتكلمنا على الفانكشن بتاعت اللارج انتستين، اتكلمنا على البكتيريال اكشنز اللارج انتستين، اتكلمنا على الكونستيبيشن والدايريا وقارنا بينهم، اتكلمنا على الاسباستيك ايه الاسباستيك. ناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو بسرعه. اول سؤال اوبستراكتيف جوندس از كاركترايزد باي ويتش اوف ذا فولو، ها ركز يبقى معاها ايه؟ شاطر بريزنس اوف اتش. طيب السؤال الثاني جوندس انهيريديتري سيروسايتوزس از اوف ويتش تايب، ها شاطر بري هيباتيك جوندس. السؤال اللي بعد كده جوندس ان ا بيشنت ويز فايرال هيباتيتس از اوف ويتش تايب، ها هيباتيك جوندس. السؤال اللي بعد كده ستيركوبايلينوجين از ابسنت ان ستول ان ويتش تايب اوف جوندس، ها ممتاز اوبستراكتيف جوندس. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولونج از اكمبرد باي اندايركت فاندنبرج ريأكشن، اندايركت تبقى اللي زايد ايه انكونجوجيتد بالاوروبا يبقى اريستور بلاستوس فيتاليس. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولونج از اكمبرد باي دايركت فاندنبرج ريأكشن، يعني اللي زايد الكونجوجيتد بالاوروبا يبقى مين اوبستراكتيف جوندس، يبقى مين التيومر ان هيد اوف بنكرياس. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولوج از اكمبانيد باي باي فيزيكس فاندنبرج ريأكشن، يبقى المشكله في الليفر يبقى ليفر سيروزس. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولوج كوزز كوزز ايه ويتش وان اوف ذا فولوينج كوزز جون كوزز اوف جوندس از اسوشيتد ويز اتشنج، مين اللي هيبقى مع اتشنج مع جوندس؟ يبقى مين الاوبستراكتيف جوندس اللي هي تيومر ان هيد اوف بنكرياس. ماشي السؤال اللي بعد كده which of the following is excluded to be a feature of obstructive jaundice، اللي هي deep brown stool لان بيبقى كلي stool. طب كلي colored stool is a feature of which of the following، يبقى obstruction of bile duct. السؤال اللي بعد كده which one of the following values represents the normal plasma bilirubin، يبقى 5/10 ملي جرام بير دي سي ليتر. السؤال اللي بعد كده jaundice is confirmed at which level of plasma bilirubin، اعلى واحده اللي هي 4.3 ملي جرام بير ديسيليتر. السؤال اللي بعد كده ويتش اوف ذا فولنج از فيتشر اوف هيباتيك جوندس، هلاقي معاها زياده في الهيموبيلوروبين. ويتش اوف ذا فولنج از فيتشر اوف بري هيباتيك جوندس، هلاقي في زياده في الهيموبيلوروبين. السؤال اللي بعد كده ويتش اوف ذا فولنج از فيتشر اوف بوست هيباتيك جوندس، يبقى هلاقي فيها ايه ها
البوستيداتيك جوندس هلاقي معاها دايركت فاندن بيرج رياكشن لان اللي زاد الكونجوجيتد بيلروبين. ويتش اوف ذا فولوينج از ا كاركتر اوف هيموبيلروبين؟ الهيموبيلروبين زي ما انا عارف هلاقي ايه؟ باوند تو البيومين. شاطر. السؤال اللي بعد كده فيسيولوجيكال جوندس از كاركترايزد باي ويتش اوف ذا فولوينج؟ تريتد باي اكسبوجر تو بلو لايت. السؤال اللي بعد كده لاك اوف بايل سولتس ان انتستن كوزس ويتش اوف ذا فولوينج؟ ستيتوريا اللي هي فاتي دايريا. السؤال اللي بعد كده the urge to defecate starts normally when the rectum contains which amount of feces؟ يبقى ايه؟ 100 مللي. السؤال بقى كده which one of the following is excluded to be formed by bacteria in large intestine؟ اللي هي الجلوكوز. السؤال اللي بقى كده which of the following is a cause of diarrhea؟ كوليرا انتروتوكسين. السؤال بقى كده diarrhea due to cholera is of which type؟ secretory diarrhea. السؤال اللي بعد كده which of the following is a feature of large intestine؟ ها؟ اقرا كده. لا some drugs as sedatives could be taken as suppositories. السؤال اللي بعد كده useful bacteria of large intestine synthesizes which of the following؟ رقم D اللي هي فيتامين K. ناخد نمط الاسئله صح وغلط. In the liver free bilirubin binds to albumin to form hemobilirubin. صح ولا غلط؟ غلط طبعا. ليه غلط؟ لان مش في الليفر ده في البلازما. السؤال اللي بعد كده كل بيلروبين از ترانسبورتد ثرو بيلياري تري انتو ذا انتستين. صح. السؤال اللي بعد كده كل بيلروبين از ريديوسد باي هيباتيك انزيمز تو يوروبايلينوجين. ها غلط. امال بايه؟ انتستاينال مش هيباتيك. السؤال اللي بعد كده سم اوف ري ابزوربد يوروبايلينوجين باس فروم ذا بلاد اند اكسكريتد باي ذا كيدني از يوروبايلينوجين. صح. السؤال اللي بعد كده جوندس از يلوش ديسكالريشن اوف سكين اند ميوكوس ممبرين دي تو هايبر بيليروبينيميا. صح. السؤال اللي بعد كده نورمال بلازما بيليروبين از 2 ل 8 مللي جرام بير سنت. غلط. 2 من 10 ل 8 من 10. السؤال اللي بعد كده اريثروبلاستوز فيتاليس كوزس هيباتيك جوندس. غلط. تعمل هيموليتيك جوندس. السؤال اللي بعد كده هيموبيليروبين از انكريزد ان بلاد ان بري هيباتيك جوندس. صح. السؤال اللي بعد كده بايفيزيك فاندنبرج رياكشن از اوبزيرفد ان هيباتيك جوندس. صح. السؤال اللي بعد كده بيليري ستور كوزس بوست هيباتيك جوندس. صح. السؤال اللي بعد كده اوبستراكتيف جوندس از مانيفيستد باي بروريتس اند تاكيكارديا. غلط. بروريتس وبراديكارديا. براديكارديا مش تاكيكارديا. السؤال اللي بعد كده ديريكتم از يوجوالي ايميتي اكسبت جاست بيفور ديفيكيشن. صح. السؤال اللي بعد كده وين ذا ريكتم كونتينز 10 مللي اوف فيسز This is an urge to defecate. غلط. لما بيحتوي على 100 ملي اوفيس. السؤال اللي بعد كده harmful bacteria in large intestine forms cholesterol causing hypercholesterolemia. صح. السؤال اللي بعد كده overuse of laxative causes constipation. صح. السؤال اللي بعد كده excessive diarrhea causes hyperkalemia. غلط. تعمل hypokalemia. السؤال اللي بعد كده osmotic diarrhea occurs with cholera. غلط. اسمها secretory diarrhea occurs with a with كوليرا. ادي الانسر كي بتاعت الاسئله الاختيار المتعدد او الام اس كيو. كده بقت الحاله واضحه. بعد الولاده بيومين الطفل اصفر. جم يشوفوا البيلروبين كونسنتريشن في الدم لقوها 7.5 مللي جرام برسنت. الحاله شخصت ايه؟ انها نيونيتال جوندس. كده الامور بقت ايه؟ واضحه. عرفت يعني ايه بيلروبين؟ عرفت النورمال ليفل بتاعه ايه؟ هنا كده يبقى زايد. وعرفت الحاله حصلت بعد يومين من الولاده. الحاله بعد الفحوصات اللازمه شخصت انها نيونيتال جوندس ودرسنا النيونيتال جوندس وعرفناها وعرفنا بتختفي ازاي وبتتعالج بايه؟ بايه؟ وادي الريفرنسز بتاعتنا. ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.